بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، وبجد ترحيب باللي منورني كابتن ايمن اشرف نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ونادي البنك الاهلي حاليا. كابتن ايمن هستاذنك معانا مستر جوليرمو المادا المدير الفني نادي باتشوكا، ده بقى نادي مهم بالنسبه طبعا. لنا ان باتشوكا هيلاعب بوتافوجو والكسبان هيلاعب النادي الاهلي في كاس التحدي اللي هي نصف كاس العالم او قبل نهائي كاس العالم انتر كونتيننتال اللي بتقام في قطر باذن الله. فاستاذنك بس ايه نحيي الراجل مستر المادا. مساء الخير. مساء الخير هنا في المكسيك، نحن في فترة العصر أو الظهيرة. أنا سعيد للغاية لتواجدي معكم في هذا البرنامج المهم للغاية، وفي مكان ومقدم كبير مثلك، لاعب كبير في مصر ومقدم أيضا برامج تلفزيونية كبير في مصر. أشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق الشديد جدا. عندك تحدي صعب، باتشوكا المكسيكي وبتلتقي مع بوتافوجو البرازيلي، مباراة شفناها رغم انه بيلعب ب10 لاعبين من بداية اللقاء امام اتلتيكو مينيرو، لكن بيفوز بثلاثية، بيقدم عرضا رائعا. بالتأكيد تابعت المباراة، شفتها ازاي وانت المنافس المقبل بالنسبة له؟ أعتقد أن مسار المباراة كان مثير وللغاية. نعم. بعد اللعب بالطرد المبكر في المباراة، الجميع أعتقد أن المباراة كان تذهب إلى أتلتيكو صالح أتلتيكو مينيرو، ولكن فريق بوتافوجو فريق مميز للغاية، يمتلك عدد من اللاعبين المميزين على المستوى الفني. أنت تتحدث عن فريق برازيلي يمتلك مقومات كبيرة، وبالطبع ستكون مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، وأتمنى التوفيق لنا في المباراة. طريقة اللعب متشابهة، يعني الكرة المكسيكية برضو بتعتمد على القوة، بتعتمد على السرعة، بتعتمد على التحولات السريعة من الهجوم للدفاع والعكس صحيح. يعني إزاي تقدر تشوف إمكانيات فريقك وفريق له اسمه وله تاريخه في مواجهة فريق بحجم وقوة بوتافوجو؟ حسنا، ليس لدينا أي سبيل آخر سوى أن نقدم مباراة كبيرة أمام فريق مثل بوتافوجو يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين، وأندية البرازيل معروفة في أمريكا اللاتينية، والأندية البرازيلية أنت تعرف أنها تهيمن على بطولة كوبا ليبرتادوريس في السنوات الأخيرة. وأعتقد نعم هو فريق يمتلك أفضلية طفيفة كونه بطل كوبا ليبرتادوريس، وفريق باتشوكا لم يخوض مباريات منذ فترة بسبب انتهاء المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي الأبرتورا منذ شهر تقريبا، على عكس بوتافوجو خاض مباراة رسمية مؤخرا. ولكن أعتقد أننا بصدد مباراة قوية سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. بالإضافة لكأس الانتر كونتيننتال، أنت كمان ستشارك في كأس العالم للأندية بثوبها الجديد في أمريكا. بدأنا نشوف كده ملامح المستويات، أندية تقيلة، أندية أوروبية عظيمة، أندية من أمريكا الجنوبية عظيمة، ومن منطقة أفريقيا وآسيا أيضا أندية عظيمة. كيف ترى بطولة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد في أمريكا بمشاركة 32 فريق وفرص فريق باتشوكا في هذه البطولة؟ بكل تأكيد ستكون قائمة الفريق ستكون مختلفة تماما. عندما خرجنا كنا بطل أبطال الكونكاكاف، بعنا بعض اللاعبين، وبالتأكيد أن الفريق سيضم عدد من الصفقات المميزة، سيكون الاستعداد مختلف للغاية لهذه البطولة. سنقوي القائمة الفريق، الفريق يمتلك العديد من العناصر الشابة، لاعبين شباب من المكسيك لا يمتلكون قوة المشاركة في مباريات وبطولات بحجم كأس العالم وبشكل خاص في الشكل الجديد للبطولة.
أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر من لاعب مميز سواء من داخل أمريكا اللاتينية أو من خارجها، ولأنك تتحدث عن بطولة تنافسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في حالة فوزك على بوتافوجو البرازيلي تلتقي مع الأهلي بطل إفريقيا، هل تابعت للأهلي مباريات؟ هل شاهدت مباراة الأهلي والعين؟ هل لفت نظرك حد من لعيبة النادي الأهلي ولا كل تركيزك في بوتافوجو البرازيلي؟ نعم، شاهدنا مباراة الأهلي والعين، قمنا بتحليل بعض النقاط، اللاعبين المميزين في الفريق. نعم، التركيز كان في المقام الأول على متابعة من سيفوز من بطل أمريكا الجنوبية سواء بوتافوجو أو أتليتيكو مينيرو، ولكنك تتحدث بكل الأحوال عن فريق كبير مثل الأهلي بطل أفريقيا، يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ولكن دعني أقول لك أننا يجب أن نركز في الخطوة الأولى أمام بوتافوجو في المقام الأول، لأنها المباراة التي ستعطينا حق المرور إلى مواجهة الأهلي. لا يمكن أن أفكر في الأهلي دون أن نعد الفريق جيدا، ولكن الأهلي بالطبع فريق كبير في القارة الإفريقية، خصوصا أن الأهلي فاز في آخر كأس عالم للأندية على أو ما قبلها على مونتيري المكسيكي، وقدم عرضا رائعا رغم أنه كان ينقصه العديد من اللاعبين. وأيضا الأهلي له سابق تجارب مع الأندية المكسيكية ما بين فوز وما بين هزيمة، لكن دائما ابدا الكفتان يعني بتكونوا او بتكونان متساويتان. يعني خليني كمان اسالك عن مهاجمك الفنزويلي الشهير راندوم، كل بيشيد بيه وبامكانياته، هل بتضع يعني امالك وطموحاتك فيه، ولا من الممكن قبل كاس العالم نلاقيه ترك النادي واحترف في نادي اخر؟ نعم، انت تتحدث عن لاعب يمتلك خبره كبيره سواء في القارة الأوروبية، في مسيرته لعب العديد الأندية الأوروبية، هو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق. الأمر صعب بالنسبة لخوسيه سالومون روندون في الفترة الحالية لأنه خاض العديد من المباريات، أنت تتحدث عن أكثر من 60 أو 70 مباراة خاضها مع منتخب مع الفريق سواء في بطولة الكونكاكاف، كان هداف بطولة الكونكاكاف وهداف أيضا البطولة المرحلة الافتتاحية في الدوري المكسيكي. اللاعب في مرحلة من الراحة إلى حد ما بسبب المباريات العديدة التي خاضها والحمل البدني الكبير الذي تحمله هذا اللاعب بالنظر لسنه الكبير في الوقت الحالي. لا يمكن أن نعتمد بشكل كبير على اللعب في بطولات عديدة، ولكنه بالطبع أحد العناصر المهمة بالنسبة لنا. كلمة لتقولها لقطر وتنظيم هذه البطولة، الحقيقة مباراتك مع بوتافوجو ثم في حالة فوزك مباراتك مع النادي الأهلي المصري، وخصوصا أن قطر استقبلت كأس العالم 2022 وقدمت مستوى تنظيمي على أعلى ما يكون. نعم. نعم، أنت تتحدث عن مرجعية كبيرة بالنسبة لنا كأس العالم، لا نمتلك الكثير من الوقت لنفكر في كيف ستنظم قطر هذه البطولة، لأننا شاهدنا تنظيم رائع في بطولة كأس العالم، الجميع أشاد بالمنشآت وبسهولة التحرك بين الملاعب، المسافات القريبة، فنادق الإقامة، ملاعب التدريب، ولهذا أعتقد أن هذه البطولة ستكون أيضا بطولة رائعة. أنا بتمنى لك التوفيق إن شاء الله، اسم رائع ليك كمدرب، مدرب محترم واسم كبير في عالم التدريب، وأيضا مع نادي كبير جدا نادي باتشوكا المكسيكي، وان شاء الله نلقاك قريبا في مصر، تزور مصر وتستمتع باجواء مصر وايضا باثار وكل ما موجود في مصر من كنوز. بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة المدير الفني لنادي باتشوكا المكسيكي. أشكرك على هذه الاستضافة، كان شرف لي أن أتواجد معكم. مصر تمتلك ثقافة كبيرة أبهرت الجميع بثقافتها وبتقاليدها، بلد ممتع، بلد جذاب، بلد يمتلك الشغف أيضا لكرة القدم،
ولكرة القدم، ولهذا هو شرف لي أن أتواجد معكم وأن أشارك معكم أحد اللحظات في مشاهدة ومتابعة الآثار المصرية والحضارة المصرية العريقة. إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مستر المادة المدير الفني نادي باتشوكا المكسيكي.